ميك اب ارتست واسم كتير كبير بهيدا المجال بنشوف حالنا فيه. اكيد كانت بدايه كتير من الفنانات النجمات معها، وطبعا لها تواجد كمان كتير كبير بالوطن العربي بكل الايفنتس والاعراس. رح ناخذ منها كل التفاصيل ونقلها مباشره على الهواء. قد ايه بنحبها وفخورين فيها ومبسوطين انها معنا. انا اللي بحبكم. هاي عمر عن جد. ايفا عطلة طبعا اسم كبير بعالم الميك اب، في كتير ناس عم تحضرنا أكيد بتعرفك. نحن بلشنا سوا. صحيح. عن جد. كانت أجمل أيام وأجمل انطلاقة نحن على وقتنا. عن جد. We were lucky. عن جد. كنا جروب كتير حلو. أجمل أيام يعني كان ريل، يعني كانت حقيقة. فعلاً. كانت حقيقة. فعلاً. إيفا إذا بدنا نبلش خلينا نبلش بالميك أب أو بالتاتو. فينا نبلش بالتاتو. بالتاتو. يلا. بالكوركشن. أوكي. بدنا إذا بنرجع لورا قبل التاتو كان هيك ستريت وما نحكي عن لونه وغامي ومدري، عرفت كانوا هيك مثل الـ مثل الـ مثل الـ بالفاتر حطتيهم هيك. أول شيء أول عم بحكيك أول أيام التاتو بالحياة. ليك أنا أول ناس اشتغلت بالتاتو بحياتي ما اشتغلت هالطريقة. أي بس هيك يعني كانوا العالم يعملوا تاتوات. يعني في بعض الميك اب هيك بلشوا يشتغلوا، بس هذا الشيء كان غلط يعني مش مزبوط. بس اللي كانوا بروفيشنال ما بحياتهم اشتغلوا هالطريقة. شو التطور اللي صار بعالم التاتو من أول ما بلشتوا لليوم؟ تطور صار مور ناتشرال. العالم صارت تحب تكون ناتشرال أكتر حتى بالميك اب مش بس بالتاتو. أول فترة كان يحبوا التاتو العريض والكتير ستريت، مع أنه أنا التاتو الستريت أنا اللي بلشت فيه، بس ما اشتغلته مثل ما هن اشتغلوه مثل ما هن قلدوه. أنا اشتغلته مع برمة هيك خفيفة على طرف الحاجب، بس هن كتير اشتغلوا ستريت وقتها. هيك صار وكان اللون يضرب على، يعني كان اللون يتحول جراي قبل. مزبوط. مش لأنه هو البيجمنت ما كان منيح، البيجمنت كان كتير منيح قبل بالعكس، بس في ناس كانت تختار اللون الغلط، يعني هن اللون اختاروه غلط. مش التاتو اللي كان غلط ولا صار أحسن. نو مش مزبوط. سوري تمام. هلا صار شعره مايكرو بليدينج. مايكرو نيدلينج. بابا بتحسي انه معمول التاتو اصلا صح؟ ليك انا كل عمري اشتغله ما كنت تحسي انه معمول التاتو. يعني لي 25 سنه بعمل تاتو، بعدني لهلا بشتغل نفس الطريقه، وكنت اعمل مايكرو نيدلينج يعني على الملتين كنت اشتغل، مش بس يعني ما كنت اشتغله هيك زيح واحد. ايه يعني وكنت اعمل شيدنج للتاتو كثير مهم. بعده لهلا الشيدنج تاتو كثير حلو وعم بينشغل، وطريقته احلى كمان من المايكرو بليدنج وسيفتي اكثر للسكن. انه قبل ما نكفي بالتفاصيل ونحكي عن الكوركشنز يلي بتعمليها كمان ايفا واللي شاطره فيها، مثل ما قلتي لها لكارين انا ما بعمري اشتغلت بهيدي الطريقه، حتى بالميك اب ما بتلحقي الترند، انت عندك ترند خاص فيك والعالم بتلحقه بعدين. شو بيتطلب هيدا الشيء؟ انت مزوقه ولا هي الدراسه ولا الفيجن تبعيتك غير؟ أكيد هو فن، والفن بيجي لوحده، يعني أنت لوحدك بتبتكري مكياج. مثلا أنا هلأ في الترند هو الدبل وينغد آي لاينر. صحيح. كتير حلو وحبيته. ليه؟ لأنه بتعرفي صحبة العين كتير حلوة وأنا بحب أشتغلها كتير. ماي فيفوريت بارت أنه بس أعمل صحبة العين. سو حبيت فكرة أنه تعملي وينغد آي لاينر. ليه؟ دبل وينغد آي لاينر ليه؟ لأنه بتحسي عم تشقلي عم تسحبي البارتي الأعلى مش بس الجفن المتحرك. صحيح. يعني البارتي العالية بصير عندك يعني صحبتين، سحبة أكبر. مظبوط. هون عم نشوف التاتو ما هيك؟ مظبوط. هيدا مايكرو بليدينغ. أوكي. بس عم نشتغله بطريقة كتير دقيقة، أهم شيء ما يكون كتير ديب، ما ينزل دم.
ما نجرح السكن. اوكي كثير مهم انه ما نجرح السكن، نضلنا كثير سوبرفيسيال. هل من خطوره ايفا يعني عم ناخذ احتياطاتنا ممكن يصير في عنا انفكشنز او كومبليكيشنز او شيء؟ بيصير في خطوره انه السكن بتتعب، ما بتقعد تقدر تعملي بعد سنه تاتو ترجع تعيد عليه. اوكي ما بتقعد تقدر تشتغل كثير عليه، ما بقعد يلقط البيجمنت. اوكي لما قلتي لي شادوينج شو يعني شيدينج؟ شيدينج هو تاتو بتشتغليه بس كتير بيجي مثل اومبري صح؟ ايه اومبري يعني كتير سوبرفيسيال. اه اوكي يعني بالابره الوحده مش كذا ابره انا بفضل. ليه؟ لانه بقدر اتحكم بالتاتو اكثر. بس هو شغل اداء بعيش تقريبا سنه. أوكي. بعد سنه اكيد لازم ترجعي تعيدي. انا بفضل فضل انه نرجع نعيد التاتو على انه نجرح السكن وتتعب. أوكي. وبتعمل كيرويد ما بيسوى. هون عم نشوف بيفور افتر. ايفا بدي اعرف منك ليش بيضاين التاتو على ناس اكثر من ناس تانيين؟ بناء على شو؟ اول شيء السكن اذا كانت كثير اويلي سكن شوي اصعب انه تضاين يبقى التاتو اكثر. بس اذا اشتغلتيها بطريقه محترفه اذا اشتغلتيها بطريقه محترفه اكثر بحس انه تاتو بيضاين اكثر. ليه؟ لانه بس ما تفوت كثير ديب بال يعني اذا ما تفوت كثير ديب على السكن بتضل السكن مرتاحه اكثر، بيطلع التاتو اريح وبيبين على بتبين البيجمنت على سطح سطح السكن ما بتفوت ل انتو يعني اعماقه. اوكي بالاضافه للحواجب صار في اي لاينر تاتو صار لاينر. في التم حتى كله للتم عم ينعمل ليلون الشفاف الليب بلاش مزبوط. اوكي هي بلاش تاتو. اوكي هي الشفاف اذا انعمل بيروح كمان ولا خلص ابدي صار مدى؟ بيروح بس مش هيك بسرعه يعني بعد سنه سنتين ببلش يخف. اوكي يعني البروسيجر بتصير انه بصير يخف شهر عن شهر تدريجيا. بس اهم شيء ما يخف بطريقه انه هيك مثل مبرقحه مثل مبرقحه تكون طريقته هيك انه هيك ضل كانك يعني كانك حاطه لبستك بس رايح. اوكي اوكي نحن رح نشوف فيديو شفاف بيفور افتر. ما بعرف اذا هي كوركشن ولا هي كوركشن. اوكي شو الصعوبة بالشفاف ايفا؟ الكوركشن هي كوركشن تريتمنت للدارك ليبس هي نتيجتها تاتو غلط نعمل قبل اختاروا البيجمنت مزبوط او بتكون سيدة خلقة يعني اوريدي عندها الشفاف دارك غامقين في منهم من الدخان كمان على ما اظن ما كثير ولا النير اللي بتتاثر اكثر النير بتتاثر اكثر هو اكيد نتيجته اكثر تاتو خاطئ غلط اختاروا البيجمنت الغلط. اوكي شو البروسيجر؟ البروسيجر اول شيء هو بيجمنت مندخله بواسطه الماشين بيتفاعل مع الدغري دايركتلي بيتفاعل مع الميلانين وبصير عنا نيو كالر كتير حلو. سو شبه بيسحب اللون؟ هو بيتفاعل مع الميلانين. اوكي بس اكيد اذا كان التاتو كتير غامق اللي كان موجود قديما اكيد بدنا كذا جلسه. هلا هذا اللي شفناه تم كان ازرق على ميل ازرق وبيفتح على موف وبيفتح. واو بكم جلسة هون اشتغلتي إيفا؟ عندي هون جلستين. أوكي يعني هون لأنه حالة قصوى عم نحكي وعم نحكي عن حالة قصوى هون يعني ما بتخيل في أغمق من هيك. لا هيدي تقريبا من أغمق الشفاف اللي اشتغلته ومرتين ونتيجتها كتير حلوة واضح. ما تغيرت كلها مزبوط. ايه عن جد تغيرت كلها. فيك بعد ست اشهر تختاري اللون اللي بدك اياه، فيك ترجع تعملي بينك، فيك تعملي بيتش، فيك تعملي دارك بينك، اللي بدك اياه. اللون اللي بدك اياه.
يا عمي شو عنا choices options بدي أسألك سؤال، شو أغرب طلب طلبته منك امرأة له علاقة بالتاتو؟ فريكلز. لا ما فينا نقوله على الهواء. بلا اوكي. لا ما راح اقوله. ما راح تقولي ايه؟ اذا بالوجه قولي. ليك اغرب طلب هلا انا عم بعمل اوقات عم بشتغل البلاش. اوكي. بس ما بتزبط على يعني ما بقدر اشتغله لمين ما كان يعني اذا كانت السيده عندها السكن ميله على الجراي تنعطي هيك شوي بون مين سو بشتغله بس كمان لازم تتبع بروسيجر معين للزبونه انه اهم شيء ما تضهر كثير على الشمس بدها تحط سان بلوك اهم شيء في عينيه فشو عملت ما شو نوع هيدا مش اغرب تاتو عم بقول انه عم بشتغل التاتو البلاش اغرب تاتو وقت بيجوا بيطلبوا مني تاتو كثير عريض يعني كتير عريض ونو واي اشتغله وهون بتبلش المشاكل واخر شيء بقول لها سوري ما بقدر اشتغله ما بقدر يعني ما بقدر اشتغل شيء ماني مقتنعة فيه نايس فينا ننتقل للميك اب ننتقل شو الترند خبرينا عن الترند خبرينا عن شو تغير كمان بين الامس واليوم لانه بلشنا بطريقة معينة بالميك اب مع فوعة الميك اب ورجعنا منروح على أشياء أهدى على أشياء ناتشرال أكتر مزبوط. ومثل ما كانت عم بتقول كارين عم ندردش كنا ببداية الحلقة إيفا أنه يمكن كل سيدة صار عندها نوهاو شوي صرنا نعرف كيف نزبط حالنا تقريبا الجيل الجديد كلهم بيعرف يعمل تقريبا بيعرف يعمل المكياج بس يبقى التاتش تبع إيفا الترند هلا مثل ما قلنا دبل ويند ايلاينر في عنا الليب لاينر دارك ليب لاينر كثير حلو عم بيطلع عم نستغربه بس مع جلوسي كان كثير قديم اندارج مع جلوسي نيود ليبستيك وانا عم بروح اكثر للفاونديشن الليكويد الأرق بتعرفي من زمان كنا نشتغل الفاونديشن الستيك الكونتورينج بيقولوا انه هلا ترند بس الكونتورينج كل عمره كان موجود حتى نحن اول ما بلشنا وتعلمنا كونتورينج والكونتورينج مش بس بالفيس مش بس بالفاونديشن الكونتورينج بينعمل باللب بينعمل بالشادو بينعمل بالايلاينر يعني بتعرفي بس بدك تحطي غامق على الطرف وتسحبيه يعني انت عم تعملي مثل كمان استومباج بس عم نعمل كونتورينج بالايس كمان دينا حايك منوجه لها تحيه كثير كبيره ومنقول لها انه اشتقنا لها وسلامه قلبها كنت عم تقولي لي ليش صرتي اكثر على الفوندوتان ليكويد لانه بدنا نعطي سكن اكثر جلوي بعدين الكلاينت ما بقى عم تتقبل المكياج السميك ما بقى عم تتحمله لا يعني ما عم تقدر بقى تتحمله وانا بفضل كمان نشتغل الفاونديشن بلا بودر ليبر الفوندوتان بلا بودر ليبر وعندي بارت كتير بحبه بس حط الكريمي بلاش كتير بحبه بحب لي البلاش الكريمي اللي مايل على بيتش على بينك فريش أكتر ما يعني أنا بس ما بيزيد الفوندوتان بس إذا ما حطيت بودر ليبر بعد فترة في الكريمي فاونديشن شوي بودري بس تحطيه على السكن بتحسي نشف والبور ديلاتي بيسكرون يعني ما بعده مبينين هلأ بياخد اسمه لهيدا الفاونديشن إيفا قدي المشاهير يلي اشتغلت معهم كنت حريصة على انه تخلقي لهم يمكن لوك معين لأنه هن اللي يعني بيطلعوا الترند والشعب المحب بيلحقهم
بس كتير حلو تشتغلي مع المشاهير. ليه؟ لأنه تشالنج لأليك، وإذا عندك شيء معين حابة تبينيه وحابة تقدميه أكيد كان من خلاله على وشهم أكتر. نحن كان من خلالهم يبين شغلنا. صحيح. كان إذا عنا شيء، عنا ترند جديدة أو مكياج هيك حابين شوي، حابين شوي هيك نبينه، كنا من خلالهم. أسامي كتير كبيرة لمعت كمان أنا بلا هون بقرب آيدل. وإذا بدنا نحكي شوي كارلا لا no. كارلا نو no. إيه؟ فكرتها كارلا حدا نو no. بتشبهها بس في شي هون مختلف. بتعرفي انه الايلاينر ولا مره ما كان موضه بس هلا اكثر عم نقدر نسحبه اكثر، يعني بس تشتغليه عم نقدر نشتغله بطريقه شوي يعني بوضوح اكثر، بوضوح اكثر. بس ايفا في ميك اب بيلبق لشخص ولا شخص ما بيلبق؟ عن جد انه هي سحبه عين، هي تكوين وجه، ولا حسب الطريقه؟ هي تكوين وجه، وكل تكوين عين لازم نتبع طريقه معينه، يعني نعمل كوركشن للعين. كثير مهم نشتغل كوركشن قبل ما نبلش نحط شادو. بس من بعد الكوركشن فينا نطبق اللي بدنا اياه، او في شيء ما بيلبق على العين المبطنه مثلا؟ مثلا ما فينا نعمل سموكي على العين المبطنة. أنا بفضل بس ببين سموكي. يعني وقتها بتشتغليها بتحس أنه بينت سموكي بس بطريقة معينة. وكتير مهم أنه نحن وعم نشتغل نسحب العين، حتى لو اشتغلنا مكياج كتير ناتورال لازم بالشادو لازم نسحب العين أكتر. ومش الناتورال أساسا أصعب من الفول ميك اب الهافي ميك اب؟ أكيد الميك اب الناتشورال كثير اصعب. ليه؟ لانه بدك تعملي كوركشن وبنفس الوقت بدك تظهري العين وبدك تظهري شوي الشادو تيبين اكثر سحبه العين. اي الوان بتحبي تشتغلي فيها اكثر شيء؟ انا بحب البوردو مع البينك. هذا الكالر كثير بحبه لانه بيعطي دفع. لا اكثر شيء للعروس. بتحس هيك العروس عطيتها نضاره اكثر، يعني بتضويها اكثر. وكثير مهم انه تعطيها تعطي للسكن اكثر جلوينج، وتحطي على الخدود البينك. ولو بدك تحطي تودع البلاش البرونزر لازم ينحط قبل الفاونديشن البينك تعطي هيك كومبينيشن حلوه. هيدي السكن يلي عم تحكي عنها ايفا اذا كانت تعبانه بتبرز لك الميك اب؟ قد ايه بتحرصي انه كمان عن جد الست اللي بتتوجه لعندك تكون بشرتها حلوه وبتعتني فيها؟ كثير مهم السكن كير. يعني العالم بتفكر انه بالميك اب فينا نجمل حالنا، بس في شيء السكين كير كتير مهم، أهم من المكياج. يعني في كتير بعض سيدات بتجي لعنا ما عاملة ماسك وبيلينج. السكين كير هي يعني هي عبارة عن ماسك وبيلينج، كتير مهمة قبل المكياج. ليه؟ لأنه بتسهل الفاونديشن علينا، يعني بتعطي نضارة أكتر للميك اب. طب اذا امراه بالبيت بدها تحط ميك اب على عيونها شوي هيك خفيف، شو هن السيفست كولرز حتى ما تطلع مثل العجيبه مثل المطروقه بوكس؟ بدها توجه للنيوت كولر. والايلاينر بدي اعطيهم سمول تريكس عن الايلاينر كثير هينه، يعني بيقدر مين ما كان، حتى لو العيون صعبة فينا نعملها. فيك تبلشي بأول بالكورنر، فيك تبلشي بالكورنر تبع العين وتوقفي على ربع العين والبرمة الجفن المتحرك يعني اللي منقوله البرمة هون فينا نوقف نوقف عليها ما نشتغلها، ونرجع مطرح ما بترجع بتنزل العين نحط لاين لبرا كملها بطريقه هيك سمول وينجز يعني. اوكي. قبل ما نختم معك ايفا، احكي لنا عن تواجدك بالدول العربيه بكل هالاعراس بكل هالايفنتس المهمه يلي عم بتكوني فيها.
مقصرة بلبنان لأنه كتير عم تكوني برا. مقصرة بلبنان وأنا صرت بنت الخليج هيك بسموني، مش بس أنا متواجدة بأعراسهم، أنا متواجدة معهم كرفيقة كصديقة كبنتهم. يعني تقريبا حياتي يعني مقسومة صارت مقسومة بين لبنان وبين دول الخليج، بس هي أنا بشرفني لأنه صرت بنت الخليج وكتير مبسوطة وهن عطيوني الثقة. يعني أنا عطيتهم وبعدني لهلأ بشتغل من كل قلبي، يعني عم بعطي وبعطي أكتر، كل ما يعطوني الثقة كل ما بجود أكتر. أكيد إيفا عطالة، شكرا لوجودك معنا. أنت كمان شو بقولوا نجمة بعالم الميك اب، اهلا وسهلا فيك بلبنان، صار بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيك ايفا. ثانك يو، شرفتينا ايفا، ات واز ا بليجر.